أشراط الساعة معروفة، كلنا نعرفها، صغيرها وكبيرها. نعم، أما الكبرى فكما ذكرت لكم، منها طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، ومنها خروج الدجال الأعور الكذاب الذي يعثو في الأرض فسادا، والذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فقال صلى الله عليه وسلم: فاثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله. الدجال الذي يعثو في الأرض فسادا، كم يمكث في الأرض؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كسائر أيامكم هذه. قال الصحابة رضي الله عنهم: أيكفينا فيها صلاة اليوم الذي كسنة؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. دجال لا يترك موطنا في من الأرض إلا وطأه الدجال، إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. الدجال بينما هو على هذه الحال يعثو في الأرض فسادا، يفتتن به البعض من الناس، نسأل الله العافية، لما جعل الله على يديه من الخوارق. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، أن نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة. دجال بينما هو على هذه الحالة يعثو في الأرض فسادا، إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عيسى بن مريم فيطلب الدجال، فيدركه عند باب لد فيقتله. عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم يقاتل اليهود ومعه المسلمون أيضا، حتى أن الشجرة والحجر يقول: يا عبد الله، يا مسلم، تعال خلف يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنها من شجر اليهود، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الإسلام هو الدين الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام، ارفع راسك يا عبد الله، يا مسلم، ارفع راسك. نعم، الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على هذه الأمة. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين القويم العظيم الذي جاء به أفضل الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الدين الإسلامي، دين العظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف قدر هذا الدين، علينا أن نعرف قدر هذا الدين وندافع عن هذا الدين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الذي بني على 5 أركان، أسأل الله أن يثبتنا على الدين. أيضا بعدما ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تتتابع علامات الساعة كسلك انقطع نظامه. الله أكبر، يخرج يأجوج وماجوج، نار تخرج من قعر عدن، تحشر الناس إلى محشرهم. آخر علامات الساعة ريح طيبة
تقبض روح كل مؤمن ومسلم، حتى لو دخل كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبض روحه. من الذي يبقى؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني كالحمير، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد